ماراثون كومار سنة نحتفلوا بدورة 30 يعني بدأ سنة 86 في بدايته كان سباق للجميع يعني لكورس بورتوس. سنتين بعد يعني دخلنا السباقات الأخرى اللي هي سباقات رسمية نصف الماراثون والماراثون. بالنسبة للدورة هذه حبينا تكون عنا دي نوفوتي دونك لي بري اون ليزا اميليوري زدنا في لي بري بور لي كوراج اهم حاجه حسنا ايضا في المسلك مع وزاره الداخليه وسورتو في السيستم دو كرونوميتراج اللي هو يهم ياسر الرياضيين منه هكا باش تكون نتبعوهم اون طون ريال معناتها نتبعوا التوقيت نتاع كل رياضي غراس او سيستم دو دوسار بوس معناتها لي دوسار فيهم دي بوس اللي خليونا نعرفوا التوقيت نتاع كل مشارك في سباق الماراثون ونصف الماراثون. عدد المشاركين يعني يوصل توا تقريبا يوصل ل 2500 عداء وعداء نعتبروه يعني نجاح لفات ان بدينا من 30 سنه ما ثماش تظاهره رياضيه تخص خاصه العاب القوى في تونس اللي دامت الفتره هذه الكل يعني فما سباقات توجدت ومحلت